أقف معكم في واحدة من أجمل المحميات الطبيعية، تحديداً في محافظة ينبع، أشجار المنغروف كما تشاهدونها من خلفي، والتي تنمو بين المد والجزر، وتعتبر اليوم موئلاً طبيعياً للكائنات البحرية والطيور المهاجرة، تتميز بتلاصق أغصانها وكذلك جذورها تحت الماء. أشجار الشورى هي أشجار ساحلية تعيش في مناطق المد والجزر، ويزدهر بداخلها مجتمع كامل من الأحياء البحرية، فهي لا توفر الغذاء والمأوى للأسماك مثل الشعور وأسماك الصافي والربيان والمخلوقات البحرية الأخرى فحسب، بل توفر أيضاً الحماية من تآكل التربة بسبب التيارات والأمواج، وتقوم بدور رئيسي كحاضنة لبيض وصغار الأسماك حيث تنمو فيها وتكبر ومن ثم تذهب إلى البحر، وتعمل أيضاً كملجأ للطيور المهاجرة مثل المالك الحزين ومثل الفلامينغو، وتعمل كعازل للكربون بكفاءة عالية جداً حيث أنها من أفضل الطرق البيئية للتخلص من الكربون في الجو. مناطق محددة الأبعاد الجغرافية تفرض عليها الحماية بموجب قوانين مخصصة لحماية محتواها البيئي من التعديات أو التغيرات البيئية الضارة، ويمكن تحقيق هذه الحماية البيئية من خلال المحميات الطبيعية التي تعد إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على التوازن البيئي. قامت الهيئة الملكية بينبع بتخصيص 3 محميات لأشجار الشورى بمساحة إجمالية تبلغ 363 هكتاراً، ولم يتعارض التطور الصناعي والاقتصادي مع الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، وتقوم إدارة الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة حماية ومراقبة البيئة بتحليل ودراسة واستزراع نباتات الشورى لضمان استدامة هذه الموارد الطبيعية. ثروة طبيعية وتنوع جغرافي ما بين سمائها وبحارها وجبالها، خطت من خلالها المملكة العربية السعودية عنواناً لكنوزها الطبيعية وتفاصيلها الجغرافية، لتكون نموذجاً بيئياً ومقصداً سياحياً يتنفس بها صيف السعودية. للقناة الإخبارية من محافظة ينبع، مصطفى عباس.